سيداتنا الليبيات اقتحمنا عالم الموضة والأزياء العالمية. عرابة الموضة الليبية ربيعة بن بركة أول مصممة أزياء في ليبيا، قامت باستحداث فكرة دمج الزي الليبي بالموضة الحديثة منذ الثمانينات. نظرتها ولمستها الفنية في خلط الأقمشة بطريقة إبداعية لم يسبقها إليها أحد ميزتها. تقول ربيعة بن بركة أن تصميم الأزياء يعني استحداثها، وأنه لا يمكن لك أن تنسخ فكر مصمم آخر وتدعو نفسك مصمماً. تقول أيضاً لا يمكنك أن تتعلم كيف تكون مصمماً، لكن يمكنك أن تتعلم التكنيك لذلك. ربيعة بن بركة أضافت للأزياء الليبية والعالمية بصمة جديدة وخطاً تبعها الكثيرون فيه على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية. أول من لونت خرج الزي الليبي الرجالي، هو الذي أخذ رواجاً وأضاف للزي الليبي الرجالي الكثير. تعلمت في ليبيا وتدربت في إيطاليا. أول سيدة ليبية قامت بعرض أزياء خارج ليبيا، اكتسح ساحات الموضة العالمية. صنعت موضتها للأزياء النسائية والرجالية مساحة لها على أهم الصحف ومنصات عرض الموضة العالمية في خطى سابقت الزمن. وعلى الرغم من ذلك عادت، لأنها تقول: وجدت أن ليبيا تحتاجني وأنا أحتاجها، لا أريد تقليد أحد، أريد أن أصنع الموضة. حرق مصنعها عن آخره، لكن ربيعة بن بركة تظل وستظل أيقونة ليبية عالمية لا تحرقها النيران في عالم الموضة. رجاء الرئيس. تبعت خطى ربيعة بن بركة في تطوير الزي الليبي، وحافظت على وجود الهوية الليبية على المنصات الدولية. تحصلت على لقب سفيرة الموضة والسلام في إيطاليا لعام 2017. تم منحها مفتاح مدينة كوزانسا الثقافية الإيطالية تكريماً. رجاء هي مصممة أزياء مقيمة بميلانو الإيطالية، وتمتلك علامة تجارية تحمل اسم روجي، متخصصة في تصميم الأزياء المستوحى من التراث الليبي والأشغال اليدوية والخامات العربية، تجمع بين الأصالة والمعاصرة. شاركت رجاء الرئيس بأزيائها في عدة عروض عالمية للأزياء بميلانو نالت إعجاب الجميع. 35 عاماً من المثابرة والتفوق والإبداع. فدوى الباروني. فدوى تقول: أنا طلعت من ليبيا، لكن ليبيا ما طلعتش مني. تقول: أحب الألوان، تلك التي أستمدها من الشمس والبحر. واحدة من أوائل المصممات الليبيات اللائي أدخلن عالم الأزياء في دبي. أسماء عيسى. تعيش بالأردن، بدأت مسيرتها في الإمارات وتوسعت لتدخل سوق ليبيا وتركيا وإيطاليا. تتميز بالتطريز ثلاثي الأبعاد في تصاميمها. والعديد من المصممات الليبيات التي اقتحمن عالم الموضة رغماً عن الحروب، كنسيبة إدريس أول مصممة قدمت عرض أزياء احترافي للملابس في طرابلس بعد الحرب السنة الماضية رغم التحديات والصعوبات، وشاركنا به عارضات أزياء ليبيات كلهن عرضن الأزياء لأول مرة بعد تدريبهن. نسرين الجيلاني، طبيبة أسنان ومصممة ليبية مقيمة بدولة مصر، ارتدت تصاميمها العديد من المشاهير في مصر وتميزت. مروى لملوم. أماني السائح. مفيدة إدخيل. وغيرهن كثيرات. شاركونا أسماء مصممات ليبيات حول العالم
ولننشر بعض الموضة والجمال.